عادي. شيشة؟ لا نو شيشة نو شيشة، بيكوز ان ذا شيشة تهرب الصحة. بح 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 بح. مي اي شيء؟ جوز. اورنج جوز صح. اورنج اوكي. واحد نسكافيه. نسكافيه مي مي تيك توكر بيكوز ان ذا 7 مليون. 7 مليون؟ يس. يا اخوان شو بدي اسولف معه؟ ايش بدك تحكي له؟ وان عصير طيب زاكي. الله. شنو عصير؟ عمر الهار؟ لا 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 عاد نزل. شباب شيروا يا رجال شيروا شيروا على السهم ونص خراب تليفونك. افتح لي اياه على تيك توك. واحد نسكافيه اوكي. الشباب شيروا يا رجال شيروا يا الربع على السهم ونص خراب. جوز اوكي اكسكيوز مي اكسكيوز مي وان جوز. طب خلص حكيت خلص هو كلام. اوكي بقول لي خلص كلمني صار سالف عربي من القهر. اكسكيوز مي. يس. قولوا مشيرو. شنو؟ مو انت مي يو يو انت يو ذس ان ذا سيرو 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 شير 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 يس شير شير لايف شير لايف شير لايف اوكي. وات شود اي سي؟ كم كم؟ يو توك اول ذا بيبل هير شير لايف شير لايف. I have a question. Okay. Okay. Nasser Salti. I have a question. Okay. Nasser. Okay. What is Nasser? صح. قول قول قول. Nasser. Nasser. أبو خشم. أبو خشم. يا الربع شيروا يا الربع تكفون تشيروا يا الربع شيروا يا رجال شيروا. في عندك سهم وعندك نسخ رابط وكشير وكشير. شو بدي يصير عليك ورب الكعبة ما بصير عليك اشي حق. حلو الالوان حلوة الالوان حلوة. هذا حب المصري اي شباب بالله عليكم تشيروا امانة بالله. خلينا تفتح لي افتح لي التيك توك خلينا نعلمهم شوف طريقة الشير. طيب اسمعوا يا اخوان في عندك كون سهم هيو جنب الهدية تمام اكبس عليه حلو نسخ الرابط هذا الازرق شايفه اكبس عليه يعني انت كمتابع واحد ارحب يا اخوان خلصوا 10,000 سريع 10,000 شير يا رجال سريع بالله عليكم يعني متابع واحد بيقدر يعمل 5 شيرات الثانية المتابع الواحد بس والله شير يا رجال عافية عليكم ايوه 10 شد 10 يا ربي 10 10 هيك سريع 10,000 بدي اقول لكم خبر صراحه يعني خبر حلو والله العظيم يلا 10,000 شيخ خلينا نشوف فين يلا يلا والله العظيم جابوا ولا ولا جابوها 5,000 والله والله 5,000 ناصر صرت نام والله يا اخوان نام والله نام هو تفتح بث والله حط راسه نام يا حرام والله يا جماعه بدكم الصراحه قطر متعبه يعني بنصحى بنصحى بنطلع بنغير جو بنطش بنصور تعب 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 موت يعني انا فتحت بث والله بس هي فتحت بث عشان ما تصيروش تقولوا ميكس والله انت قاطعنا وللامانه يا اخوان والله انا حابب افضفض لكم والله اقسم بالله اخر فتره خليني اقول لكم شغله هذا اسمع بث فضفضة والله بجوز أول مرة أنا أول مرة بقول هذا الإشي مع أني أنا ما كنتش أحب أن أبين هذا الإشي والله والله العظيم يا جماعة الخير والله أنتوا بتشوفوني بطلع وبروح وبصور وباجي تمام والله يا أخوان والله أني قاعد مثلا بفتح لايف وبتكون نفسي مش كويسة
يعني حاس في ضيقة عندي، والله ما بمزح أقسم بالله. دائما بحب أني أبين لكم قوتي، بحب أبين لكم إنه أنا دائما إنه فيش إشي كاسرني، إنه فيش إشي مزعلني، إنه فيش إشي. والله ما بمزح، والله أنا إنسان قاعد بفتح بث غصبا زي غصبا عني، زي إني بفتح بث و أعطيكم يعني الآخر مش زي ميكس القديم، فهمتوا؟ يعني مش زي ميكس قبل سنتين صراحة. خلينا نكون واقعيين، أنتوا إخواني، أنتوا حبايبي والله العظيم. صرت أصور مثلا سنابات يعني برضو بتحسها زي زي عندي حالة اكتئاب، عندي حالة اكتئاب كتير قوية، كتير كتير مش شوي، وهذا الإشي بتمنى إني أطلعه، والله بتمنى. شو السبب؟ ما بعرف شو السبب، أو إنه في سبب وأنا مش حابين أبين لكم ضعفي للأمانة، والله في سبب هو، بس ضعفي ما بحب أبينه. دائما بحب، والله دائما بحب أبين إن أنا الإنسان القوي. وأنت قوي يعني؟ أنا قوي الحمد لله رب العالمين، قوي برب العالمين وفيكو، بس في نقص أرحب كينج، والله في نقص، والله في نقص كثير 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 مش شوي، والله في إشي ناقصني. أعطيك فيها من الآخر، في إشي ناقصني. إنستغرامي تعرفوا والله العظيم، تلاقي مثلا حنيطي أو ناصر السلطي أو الشباب يقولوا لي ميكس تعال خلينا نروح مثلا المكان. شوفوا لما جيت أروح على عبرات الأردن، أول يوم رحت عليه، أول يوم جيت فيه على قطر، كنت أنا وأنا بالأردن كثير متحمس إن أروح، تمام. لما وصلت قطر يا أخي كشت نفسي، صرت أقول بدي أروح، بس أرجع أتذكر إنه زايد معي، ناصر معي، حنيطي معي، ما مش حابنا أطلعهم يزعلوا مني، خلص بصمد مصمد، بس بنفس الوقت أنا مش حاب، فهمتوا؟ بتمنى أنكم تكونوا فاهميني، بتمنى والله أقسم بالله. نفسياً بس يا أخو عندي اكتئاب، عندي اكتئاب والاكتئاب قوي ونفسيتي تعبانة وأنا إنسان تعبان جد، بمزحش مش عارف شو أعمل. عرس، بديش أعرس يا زلمي، إذا معرس عم تشوف هذا حل عرس، بدك إجازة بعد رجعت خطر في إجازة. يعني بتعرفوا اليوم والله العظيم ما بمزح وقسما بالله ما بزل عليكم، فكرت أن أعتزل التيك توك اليوم، خلص قلت أعتزل. صدقوا مع أنه هذا الإشي مستحيل. ليش؟ أول إشي في ناس بتحبني، ثاني إشي في ناس تستنى بالإشي هذا، فهمتوا؟ بس مستحيل طبعاً نعتزل، مستحيل، هذا من سبب المستحيلات. شوف دكتور والله في واحد جاب الحل، والله مكة أكيد طبعاً، والله صح، والله الحل مكة. أنا غير مكة أخوي، والله لازم أسافر لعمرة. أرحب أحمد يا حبيبي، شكراً يا قلبي، والله مكة والله صح، ورب الكعبة وصورة البقرة برضو كمان هاي كويس كثير والله. برضو في عادة صارت كمان سيئة، تمام. أنا بقول لكم شو هي، مش بتلاقوني مثلا بسولف مع البني آدمين اللي قدامي، بتلاقيه يسولف معي خلاص فجأة أنا بسرح خلاص، مش أنا مش معه، أنا إنسان مش معه للأمانة، مش معه، أنا تايه، أنا فايت متاهة والله. مكة مع الوالدة
كنت أقول لك عند أمك؟ والله تروح مكة أنا وأمي، شو رأيك؟ غلط والله. قول كم أحمد؟ والله شباب بتعيدوني أروح مكة أنا وأمي؟ شو رأيكو؟ نانا شكراً. إي والله بقولوا بدها والله يدك. أتوكل على الله. خلص حنيطي مشينا بالموضوع هذا، خلينا نجرب، ملكش على الله رب العالمين. روقها يا رب. المهم لا 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 بالغلط. ايش مش مني والله، صح والله العظيم حجيكم دوزن رب الكعبة. بدا أسأل أسمعي. شو مالك؟ ايه يا مكس، حسسينك شفت عفريت. جيه والقرآة معرفتك؟ جيه والله من غير ميكب لسه ببدأ أحط ميكب. يمه ايوه ابن، انت فاكر ايه كله غش تجاري؟ ولا فكرت يا واحدة بنت عمها أنا. ما خلاص يا اللي جنبه يا ظريف انت، ما خلاص يا مكس، في ايه؟ ارجع لي بعد ربع ساعة واتفرج. ايوه يا ابني فكرك ايه كله دهن، يعني انا من غير ميك اب الناس تفكرني ضاقة. اسمع، شفت ليش مقاطع بالاكسبلور؟ سمعت انك انت خرابة حسابات. بالله عليك تصدق بقى، انا واصل مش اسم حسابي، انا اسمي كابيتال موجود، والاسم الصغير جنبه 13/7، دي ناس فاضي. انا اعمل على ملاحي ده اخويا. طب تبقى حسابات فيك يعني؟ محمد حمائي فاضي يعمل لي بلاغ بحسابه؟ او ماجد رسلان المنشد، وواحد تالت كان اسمه خالد عز مذيع، ولما رحت سالته قلت له انت يا خالد تعمل لي بلاغ، حلف لي على مصحف ان ما هو اتاري ايميلات فيك، حسابات فيك، فاهم حاجة؟ طب ما هو ملاه. انت سألت مداهم مين اللي عامله بلاغات؟ مين عامله بلاغات؟ الناس من اللي بتلعب معاه وبس، مش هما بيبقوا اسامي فيك، فاهم قصدي؟ اللي بيعملوا الحاجات دي بيعملوا في اسامي فيك كمان، يوجعوا الدنيا في بعضها اللي منهم لله. فتخيل يوجعوني مع ملاحي، ده ملاحي اغلى حد عندي في البرنامج. تعرف شو اللي مزعلني؟ انه حسابه شي فكك انه تسكر. والله العظيم اني زعلان عليه زعل. هو تسكر حسابه؟ تسكر، راح تبند والله. اي حساب؟ حسابه يا ابني شغال ما شاء الله. لا اليوم الصبح تسكر والله، تقفل كامل يا ابني. لا يا ابني حساب هو ملاحي في التوب ما شاء الله. مش حسابه شي فكك وشي فكك. ايش يفكك؟ اوكي ليه بقى؟ والله اقسم بالله هالزلمه ما بيستاهل والله العظيم. ايه سبب حظره طيب؟ كان طالع قسط مع ناصر الصلاة وفجأة تبند. اتبند من لايف نفسه ولا كله؟ كل الاكونت، كله 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 كل الاكونت كله. لو ارشادات مجتمع يبقى ممكن بسبب شحن. لا لا ما في. انما ارشادات مجتمع، شوف شوفي هذا الانسان، انا وملاحي والحاجات دي حاجات فيك معمولة حقوق ملكية، وصلت؟ طيب انا قلت شغلة، هذا الانسان وش فكك؟ شحن قدام عيني. أنا قديش إلي معه؟ إلي معه تقريباً 21 يوم. تمام؟ شحن بضل يشحن قدام عيني. بشحن منه، والله العظيم فيستو بتنحط بتليفونه وبشحن من فلوسه. والله. بس ليش تبنى؟ أقول لك إن في حملة ممنهجة وعاملين أسامي وموقعين الدنيا في بعضها بقى. أنا أصلاً تصدق بالله يا مكس، أنا عمري ما بعرف أعمل بلاغ لحد. شوفي إنما أعمل بلاغ زي كده بإيميل بحاجات، والله يا جدعان والله إني بريئة، والله العظيم والله وحياة أمي إني بريئة من الموضوع ده، وأنا عمري ما أذي حد. فازي ملاحي اللي الوحيد وقف جنبي في كل شيء. يعني مش ما كانش بانه عنك هو. لا لا مش أنا يا ابني، مكتوب اسماء اسماعيل سمول، لا في 13/7 اللي هي بتاعتي دي 7/7، ولا اسماء اسماعيل كابيتال، عيب حتى.
يعني انا لو عملت حساب باسم ميكس وعملت بلاغ لحد يبقى هو ميكس اللي عمل. ولو وصلى على النبي يا ميكس، لو انا عايز اعمل لحد هعمل له من حسابي انا الاساسي ويظهر له ان هو حسابي. ملاح ملاح يا حبيبي، انا طالع جست اجيك. هتقولي ملاح يا دي النيل هتجيبولي وانا شكلي كده وكده كده عارفني من غير ميك عشان نتعنزق. والله ما عنزي غيرك يا مكسي عسى. والله يا جدعان انا بقالي 3 ايام في البلد وما فتحناش لايف ولا استرزقنا ولا كان في نت يساعي، فلو سمحتوا يعني اللايف يعلى. اسمعي افصل افصل الجوله، صايره مشكله مع ملاحي، افصل خلينا نروح شوف شو بيه. لا خدني معاك عشان انا عايزاه. طيب يا عم عشان يقول لي الناس ان مش انا، الناس قهروني. يلا 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 انا جاي. شباب جيبوني ملاحي خليه يبعث لي. ميكس يا جني، خلص هيجي. ارحب لحلح. اهلا والله. ارحب يا حبيبي. ميكس يعني ما تطبق احكام، قاعد مكان عام. شو تبتلعب معك يا حبيبي؟ بلعب معك شو بدك؟ اقسم انك تطبق. اقسم بالله لا اطبق لك. حلو، قبل أن نلعب ولا شيء. جيني علين I love you. روح روح خليني معه. أنا أصلاً بعدني فيت حيلا سيو على جيني. ها سيو بشيره في مجال. روح يا زينك. شوف لازم نتجوزك ملاحي. خلاص أسمع كلامي يوصلك ويتعداك. أقسم بالله العظيم أنت واللي عندك داعمينك وكومنتك من بداية الجولة برنكم طرقات طول الجولة. والله العظيم ما تخسر شاربك ورب الكعبة يا زلمي. أسوي له حركة كيفك؟ والله ملاحي تخسر شاربك. والله ليه ثاني فيه يا دين الحراق. مساء الخير. مساء النور. إيه الأخبار؟ حلو والله. أقول لك إيه، أنا بقالي يومين هجوم الكومنتات واحلف واتحلف اني لا حسابي ولا الامور ديت ولا يخصني. انا بسألك سؤال. تفضل. اسمك موجود وياهم؟ انا جيت كلمتك قلت شيء؟ لا ما انا استغربت. ثواني جيت كلمتك؟ ارحمني من الناس عشان مفكرين ان انا، تخيل انا اعملها فيك. اسمع مستحيل. لا أسمع. ما جيتش كلمتيني. اسمع الناس. حلو خلينا نتناقش واحد. انا بقالي 3 ايام يا ملاحي حالي واقف بسبب الناس. شنو حالي واقف؟ بقالي 3 ايام مش عارفه افتح لايف بسببهم. اسال الناس عاملين فيا ايه من ساعه الستوري بتاعتك. حلوين صلى النبي عليه افضل الصلاه والسلام. انت مبالغه، انت مش مبالغه. انا جيت قلت شيء؟ لا. واللي مبالغين علي جيت قلت لهم شيء؟ بس مش انا يا بابا، ده حساب فيك مش اسمي. انا اسمي كابيتال والتاني جنبي حروف. بس انا عايز افهمك، الناس مفكره ان انا يا ملاحي، الناس مجرفني في الكومنتات. ليش انت تصرخين؟ انا قاعد اتكلم معاك بادب. انت يا حبيبي لما توضح لهم هيفهموا. خلاص ده مش انا يا بابا. خلاص انت قلتي مش حساب. استنى كمان واثبت لك. والله العظيم انا ما بعملش بلاغات. خلاص انا اقوم اعمل لك انت اللي هو انت اخويا. والله ابدا. انا بس بقول لك واحد. اتفضل. انا يوم حاضر حسابي جيت كلمتك؟ لا يوم صارت المشكلة جيت كلمتك؟ لا
يوم صار الهجوم على كريم والشباب كلهم جيت كلمتك؟ لا، على ايه؟ يوم صار الهجوم نزلت الاسامي، قلت هذا اللي مبلكيني، لا حد يدخل احد ولا شيء. ماشي، بس ده مش وللعلم مش وللعلم انا فاتح اسال الاداره. ثواني للعلم بس اقول لك واحد، قلت حتى لو اسمى هي اللي مبلغه لا حد يتدخل ولا حد يغلط ولا حد شيء، كلهم عارفين شيء، فما لهم شغل. كملي بثك، استانسي. هو اللي ايوه نزل باسمي يا عم، الناس لاهيني، الناس مفكرين ان انا بقالي 3 ايام واقف حالي بقى في اللايف بسببه. انت ده اخرت اللي ما اعرفش ايه ورحمه ابويا، انا قسما بالله انا خلاص. انت ليش طولي الموضوع؟ ما قلتي قاعدين يقول لي في الكومنتات الكلام. خلاص انا الحين قاعد اسال سؤال، انت الحين قاعد تطولين موضوع، انت قلتي خلاص. انا قلت ده مش انا، ده مش انا خلاص. وانا ايش قلت لك؟ انت ليش طولي الموضوع؟ ده مش حسابي اصلا، انا اللي عايز ابلغ، هبلغ من حساب. خلاص وانا ايش قلت لك؟ قلت اوكي ما حصل الا الخير. استنى بس، وحياة مصحف الله، ده لا عمري بلغت عنك ولا عن حد ولا اعرف اي حاجه عن التبليغ ده ولا الحساب ده. وفي حاجه كمان، انا مستعده اديك حسابي بالباسورد بكل حاجه تدخل فيه وتعرف انا مقدمه بلاغ ولا لا. ده اللي عندي او الاداره، او اسال المشرف ان الحساب البلاغ ده جاي من حساب مين. لان بص انا اسمي اسماء اسماعيل، اوله كابيتال واخره كابيتال، وده الاسم اللي بيبقى مكتوب في البتاع. اسمعني بس، اللي هو اللي فوق اسماء اسماعيل، والصغير عندي اللي هو السمول لازق جنب بعضه، وفي 1377. والله العظيم يا ملاحي، انا ما اذيت اللي اذوني عشان اذيك، وانت اكتر حد واقف جنبي في البرنامج، ورحمه ابويا وحياه المصحف على راسي انه مش انا. انت ليش ما تعطيني مجال اتكلم يا عم؟ الناس قرفوني. او انا تبين اتكلمت ولا ما تبين اتكلم؟ اتفضل اتكلم. تبي تقاطعيني؟ تبي تصرخين؟ تبي تسوين لويا؟ بقوم افصل تحدي واكمل بثي. عرفهم بس، عرفهم مش اكتر. انت بقولتي الاداره، انت الحين بس عرف. انا خليني اسيب الحين الاداره في شيء، خليني اتكلم، لا ترفعين ضغطي. اتفضل. انت بقولتي عندنا حساب افكت، ما هي افكت ما ادري ايش يسمونه بالضبط. بس خلاص بالضبط، بس خلاص. انا أيوة. انت معي انا قلت شيء؟ لا. كلمتك بشيء؟ لا، بس خلاص بعت لك وكلمتك. بس خلاص ماشي. لو انا ابي شيء كان كلمتك من اول ما شفت اسمك، صح ولا لا؟ صح. بس اوكي، بس ممكن تخليني اكمل الجوله مع ماكس؟ اتفضل. ماشي اوكي. يلا بس دقيقه ملاحي. حبيبي المشكله اني مش حابه ادخل بالموضوع، لانك انت انسان صاحبي وعزيز عليك، لو صار عليك شيء انا اول بني ادمين معك، شوفني واقف معك. بس خلاص انا خلص، روحي روحي اسمع، انزلي انزلي. وافهمك حاجه يا ملاحي، انا البلاغات اللي كانت جايه عندي من محمد حمائي ومجد الرسلان، واحد تاني اسمه خالد عز، ورحت سالته وهو مذيع، قلت له انت بتعمل بلاغ على صفحتي؟ اقسم لي اقسم لي اقسم لي بامه، وبص حلف على مصحف ان ما هو اتأكدت ان هم بيعملوا حسابات، حتى اسأل مداهم مين مبلغ عنه، هتلاقي ناس من اللي هي موجودة برضو بتلعب معاه اسامي فيك برضو. تمام يابا؟ حلوين. وانا انت مشكلتك معي انا، صح ولا لا؟ بالظبط. انا جاي بنت ناس هتديني، انا جيت قلت الشيء؟ لا. بس خلاص هتديني. ايش ده كبير؟ يلا يومك عسل وانجوي، والله قدام الله. بس الناس بس مش اكتر، الناس بقى لها من ساعه الستوري وهم مش عايز اقول لك عاملين فيا ايه. بس هادو قشطه. فانا قلت كلمه من ملاحي هتسكت كل الناس دي، لان انا يوم ما اذي مش هاذيك انت، ده يوم ما اذي انا كل برنامج هداني. لا يابا والله ابدا، ما تيجي مني ابدا، ده انت اكتر. انا ما قلت انت، ما قلت شيء من البرنامج ده والله. لا عموما يعني عموما حبيبتي، يلا يومكم عسل، كمل. يعني مش انتي ملاحي على ورحمه ابويا مهنا ملاحي. الناس يا ملاحي تصدق، والله الناس بتصدق. ميكس انت ميكس. خلاص 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 خلاص، انزل انزل. الناس بتصدق، ده انت فظيع يا جدع. خلاص